تواصل مصر استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية بمطار العريش لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وللمزيد حول آخر التطورات هناك من المتابعة ننضم إلينا من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، هل لك أن تطلعنا على آخر التطورات لديك وكم المساعدات الذي يصل إلى مطار العريش حتى اللحظة؟ تحياتي لك ريهام ولكل السادة المشاهدين. ربما الجديد في هذه اللحظة هو ارتفاع عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، ليرتفع عدد هذه الطائرات إلى 535 طائرة، منها 437 طائرة حملت أكثر من 15 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية من 50 دولة أجنبية وعربية و منظمات إقليمية ودولية مختلفة، بالإضافة إلى 98 طائرة حملت وفودا أجنبية وزيارات رسمية لتفقد المساعدات الإنسانية الموجودة في مدينة العريش وأيضا في معبر رفح. آخر ما وصل من هذه الطائرات خلال ال 24 ساعة الماضية، نتحدث عن طائرة قطرية على متنها 7 أطنان من المواد الغذائية، بالإضافة إلى طائرة إيطالية كان على متنها بعض المستلزمات الطبية التي ذهبت إلى المستشفى الإيطالي في السفينة الإيطالية الموجودة في ميناء العريش، ومغادرة بعض الأطقم الطبية أو العاملين بهذه السفينة من خلال هذه الطائرة. كل هذه الطائرات يتم تفريغ الحمولات والشاحنات منها من خلال التعاون الذي يتم بين جمعية الهلال الأحمر المصري في تجهيز وإرسال هذه المساعدات عبر معبر رفح. على الجانب الآخر أيضا فيما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، اليوم معبر رفح ربما شاهد بعض المستجدات الخاصة بدخول 47 شاحنة إلى 50 شاحنة إلى منفذ العوجة فقط، ولم يستقبل معبر كرم أبو سالم اليوم أي شاحنات، وعودة الشاحنات التي دخلت إلى منفذ كرم أبو سالم مرة أخرى ربما هذا يعود إلى ما تم نشره منذ يومين لبعض الفيديوهات التي تظهر تظاهر المستوطنين الإسرائيليين أمام الشاحنات المساعدات المتجهة إلى كرم أبو سالم، فبالتالي هناك عدد كبير من الشاحنات التي لم تدخل اليوم إلى معبر كرم أبو سالم، لكن بوابة معبر رفح من الجانب المصري ما زالت مفتوحة وهناك عدد كبير من الشاحنات المصطفة أمام المعبر، نتحدث عن أكثر من 100 شاحنة موجودة أمام معبر رفح البري بخلاف الشاحنات المصطفة خارج الطريق والشاحنات الموجودة هنا في مدينة العريش. لكن أيضا بوابة معبر رفح من الجانب المصري لا زالت تستقبل المصابين والجرحى، نتحدث عن أنه اليوم تم استقبال 25 مصابا بالإضافة إلى 40 مرافق لهؤلاء المصابين. تم نقل بعض هذه الحالات إلى مستشفى الشيخ زويد وهي القريبة من معبر رفح، وبعض الحالات الأخرى اتجهت إلى محافظة السويس حيث مدن القناة والمستشفيات المجهزة هناك، بالإضافة أيضا إلى استقبال عدد من مزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية. هناك كان هناك العشرات من هؤلاء الوافدين من رعايا الدول الأجنبية ومزدوجي الجنسية وصلوا إلى معبر رفح اليوم، ويتم نقلهم عبر وسائل النقل المختلفة الموجودة خارج المعبر. بكل تأكيد جهود مصرية مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين، لكن يتبقى على الجانب الإسرائيلي هو أن يكون هناك تسهيل وتيسير في الإجراءات الخاصة بالدخول حتى يتسنى دخول أكبر عدد من الشاحنات لقطاع غزة، خاصة أنهم في حاجة إلى مزيد من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المختلفة. لكن مصر لم تتوانى لحظة عن تقديم كل الدعم والمساندة وتجهيز أكبر عدد من المساعدات في مدينة العريش ورفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا على هذه المتابعة.